Good afternoon to you all and welcome back to our lessons. في حقيقة اليوم سيكون موضوع الدرس الأول في اللغة الروسية. كما فعلت أو قمت باللغة الإنجليزية، سأخصص اللغة الإنجليزية ومتابع السلسلة، اللغة الروسية ومتابع السلسلة، الإسبانية وإيطاليا، الألمانية، العبرية، التركية، الصينية، وكل على حدة. The first، لدينا كما تعلمون اللغة الروسية بعض الحروف. لا أود أن أخذكم مباشرة إلى هذا النص فتحاولوا القراءة ثم معرفة المعاني. لدينا هذا النص يقتصر على تعابير مفيدة، the common phrases and common expressions. Okay, شتو موجز كذا سبا говорит очень хорошо на ви очень хорошо. И также по делать на конверсацию. باش تكون أيضا بمحادثة أو ريدني باش تكون بمحادثة أن تكون على النسق الصحيح، وبداية تعين أيضا معاني الحروف. باروسكي فسيم بريفيت جميعا، فسيم بريفيت أهلا، فسيم جميعا بريفيت، فسيم بريفيت ياخوتشو غاباريت نا إيتوم يزيكا، ياخوتشو غاباريت نا إيتوم يزيكا. كما ترون تختلف الكتابة. إن تعذر عليك كي أكتبها فقط بالروماني باللغة الفرنسية عادي. أوكي نبدأ. يا خوتشو هي أريد، غاباريت تقريبا تركيب subject verb then object فاعل ثم الفعل. انظر الفاعل يا خوتشو فعل، غاباريت فعل ثاني لا يصرف ويوضع كما هو، غاباريت نا إيتون بي هذه يزيك اللغة. نعيدها مرة أخرى. ياخد شو غاباريت نا إيتون يزيك. دوماي هنا لدينا ملاحظة فقط، وهي مثلا الأو التي تأتي في اللغة الروسية حينما تنطق كأنك تلفظها أو تخرجها على شكل أ. دوماي يا دوماي. أوكي يا خرشو غا هي مكتوبة أو لكن تنطق غا. غافريت غافريت نا إيتون إيتون يا دوماي. هذه كما ترون الحرف هذا الترمينيزم تاع الفعل عندما يصرف معايا. أنت لا تحتاج أن تدرس النحو على هيكل، وإنما تحتاج تعابير لتبدأ ثم تبدأ بالتحليل والمقارنة، وهذا ما سنفعله في الدرس القادم. يا دومايو أعتقد، يا دومايو أو دومايو مباشرة خشية لي أنا، دومايو أعتقد أنه في إيتا طليجن، إيتا طليجن، إيتا طليجن. يا دومايو إيتا طليجن، ولا دومايو إيتا طليجن. يا موغوس كازات هي أصدقاء. هنا يا موغو تشيتات باروسكي، أستطيع قراءة الروسي. يا موغو تشيتات باروسكي، أنا أستطيع. يا موغو تشيتات هذه تشي كما ترى، تشيتات باروسكي بالروسي، أستطيع قراءة بالروسي. يا باني مايو، يا باني مايو، يا باني مايو أفهم. ما قلت شتو فيس كازار، يا باني مايو، يا باني مايو شتو فيس كازار، يا باني مايو شتو فيس كازار. أفهم ما قلت، يا باني مايو شتو فيس كازار. كل يوم أتعلم. كاجدي دين، شوف كاجدي هي كل، مثلا كاجدي يودني كل الناس، كاجدي دين كل يوم، كاجدي فيش يا دو مايو، كاجدي فيش وشين باجن باني، كل شيء مهم بالنسبة لي. مثلا هنا كاجدي هي كاجدي دين، كاجدي دين يا أوتشو، كاجدي دين يا أوتشو، كل يوم أنا أتعلم. كاجدي دين يا أوتشو. يا كويشتو، يا كويشتو زنايو، أنا قليلا أعرف. يا كويشتو زنايو، أنا قليلا أعرف. نعيد. فسيم بريفيت يا خوتشو غاباريت نا إيتوم يزيك. دومايو شتو باليزن، يا موغو سكازات او يا موغو تشيتات باروسكي، استطيع قراءة الروسي. يا باني مايو شتو فيس كازار، افهم نقط. كاجدي دين يا اوتشو، كل يوم اتعلم. كاجدي دين يا اوتشو. يا كويشتو، يا كويشتو زناي، يا كويشتو زناي.
يزنايو كويشتو أعرف القانون القديم. هنا تقدمت قليلا على المال. هنا أولا نعرف كيفية تركيب الكلام لأن هذا هو الأصل. عندما تعرف كيفية تركيب الكلام تستطيع مباشرة أو التحدث باللغة وهذا ما يجعلك قادر. في سين بريفيت يخوت شو غاباريتنا إتوم يزيكا أريد تكلم بهذه اللغة يخوت شو غاباريتنا إتوم يزيكا يدماي شتو باليزنا يموغوس تشيتات باروسكي и также я понимаю, что вы сказали. Я понимаю. Я не могу сказать, что шахс, я вдаю в махадата, и не утхат в лугу Русия, и могу сказать, что он говорит по-русски, и по мне США. Я сказал, он сказал, я могу, я понимаю, что вы сказали. Я понимаю, мы это кул. Окей, то мы это бежим в лекарь. Я, например, я кую, что знаю. Я кую, что знаю. في الأساس هو أننا نكتب ما لدينا هنا في الصفوة ثم نباشر إعادتها بالتكرار. Okay, repeating once and time and second and third time you will be able to feel it. And ممكن سكزات بقى بريت وتشين خارج. Okay, إي تجربة تشيلات تكتب تصبح فصيح. Okay, I hope you enjoyed this video. Take care about yourselves and ciao.